إذن بشأن الجدل الدائر بين شركاء الاتفاق النووي الإيراني ومناورات طهران مع شركاء الاتفاق، ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم نوري حمزة الكاتب الصحفي الأحوازي. أستاذ نوري، مرحبا بكم. لنبدأ من ما قاله المتحدث باسم الحكومة الإيرانية في تصريح له، قال لو رفعت واشنطن العقوبات وفكت تجميد أرصدتها ستعود للاتفاق، وذلك بعد أن هددت بالخروج منه مع قرب انتهائه. هنا من سيخطو الخطوة الأولى نحو العودة للاتفاق النووي الإيراني من وجهة نظركم؟ طبعا لا أرى هناك من يستطيع أو يتجرأ للعودة مباشرة بعد ما حدث منذ 2015 حتى هذا اليوم. بمعنى آخر أن إيران تعمل على تكديس المواد القابلة للانشطار لصنع السلاح النووي، وهكذا تعمل على رأس القنبلة النووية. فكل هذا بجانب ومن جانب الولايات المتحدة أيضا هناك خلافات داخل الإدارة نتيجة الانقسام الذي ولد بعيد الانتخابات وفوز بايدن المثير للجدل في الساحة الولايات المتحدة. فهناك فرقاء مختلفين في البيت الأبيض وهكذا في الدوائر الأخرى مختلفين بشأن الملف النووي الإيراني حتى اللحظة. فلا أحد يتجرأ أن يرجع الاتفاق النووي بسهولة، كما أن هناك ضغوط كبيرة من التحالفات الإقليمية العربية الإسرائيلية التي حدثت في خلال الآونة الأخيرة على إدارة البيت الأبيض بأن الرجوع يجب أن يكون بشكل وآخر يلبي طموح وطمعنا وأمان هذه البلدان والشرق الأوسط بأكمله. وأيضا هناك لوبيات أخرى، أصحاب المصالح لديها مصالح في مع بالاتفاق، تريد العودة للاتفاق. ولكن كما قلت أن هناك حتى بين الوزارة الخارجية الأمريكية وبين الأمن القومي الأمريكي هناك شيء من الملابسات، كما أن الطرف الإيراني أيضا هكذا حدث بين البيت المرشد وإدارة المرشد بشكل والخارجية الإيرانية وحكومة حسن روحاني. فهناك تخبط في كلا الإدارتين. لا رجعة، سنعيش هذه الوضعية حتى فترة ربما شبه طويلة عند عدة أشهر سيتم النقاش حول هذا الموضوع. ولكن هناك شيئا ما في الولايات المتحدة، أنه في بعض شخصيات مهمة يريدون الرجعة للاتفاق دون النظر إلى مصالح شعوب المنطقة، وهذا ما يختلف معهم. طيب، الكثير ممن متنفذين هناك أيضا في الولايات المتحدة. نعم. وهناك ضغوطاتهم. طيب أستاذ نوري، الخطوات الأخيرة التي تتخذها إيران والتي من بينها عودة الغواصات الإيرانية إلى ميناء بندر عباس، يعني هل هو تراجع بعد حزمة التهديدات التي كان رد من طهران خلال الأسابيع السابقة على الاتفاق النووي؟ بمعنى آخر، يعني كيف يمكن قراءتها أستاذ نوري؟ إيران بشكل آخر منذ تولي إدارة ترامب حتى اليوم تعيش نوع من الكابوس السياسي داخلها في إدارتها. فهناك تخبط وهناك حدثت أحداث على الساحة الإيرانية مثل اغتيال فخري زادة، اغتيال سليماني، كل هذا أثر في الساحة السياسية الإيرانية وبين صناع القرار. فإذا رأينا تخبطات يعني يعتبر شيء أمر طبيعي نتيجة عدم التكافؤ في الساحة العسكرية والاستخبارية والقدرة الاقتصادية للولايات المتحدة وكل هذه الأشياء. فإيران لا شيء أمام الولايات المتحدة فبالطبع هناك. ولكن من جهة أخرى أيضا التيارات اليسارية وبعض المتنفذين في الولايات المتحدة أثروا على قرارات الولايات المتحدة أن بشكل آخر أن تتلاطف مع إيران، وهذا ما يعطي إيران جرعة من عرض العضلات وإلى آخره. طيب أستاذ نوري، يعني هنا في هذا السياق هناك ربما تكون مرونة بين واشنطن وطهران بعد وصول جو بايدن إلى سدة الحكم. إلى أي مدى ترى جدية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بلينكين عن الملف النووي الإيراني؟
هل تتوقع أنه يعني ربما يكون مدفوع بمخاوف وصول طهران إلى إنتاج المواد الإنشطارية مثلا؟ هذا التخوف موجود في الإدارة حتى اللحظة، وهناك خلافات كبيرة وجدل في البيت الأبيض وهكذا في إدارة الأمن القومي والخارجية أن إيران قريبة جدا، ولكن الولايات المتحدة تريد احتواء الموضوع بشكل وآخر، حيث لماذا؟ لأن لو سمحوا لإيران بالعبور من هذه المرحلة، بمعنى آخر أن يفتحوا المجال أمام الدول الأخرى في المنطقة، ومن حقها بين قوسين أن تتسلح بسلاح نووي قبالة تهديدات إيران بما فيها الدول العربية في الخليج ومصر وتركيا وكلها يجب أن تتسلح. إذا تسلحت إيران بالسلاح النووي من حق الدول الأخرى أن تتسلح. هذا ما يقوله ليس أنا وإنما خبراء هذه الدول ومحللين سياسيين وكل هذا، وكل هذا عبء كبير سياسي وأمني على الولايات المتحدة. نعم أستاذ نوري، بحسب مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، يعني يقول التعامل مع أزمة إيران هي من أولويات جو بايدن. كيف سيكون هذا التعامل؟ هل يعني نتوقع في ظل هذه التداعيات أنها تكون وفق ما كانت تطمح إليه طهران؟ لا أظن هكذا، يبدو أن الموضوع سيكون مختلف، لأنه إيران تقدمت كثير بتهيئة وصنع المواد الغاب للانشطار والرأس النووي وإلى آخره، كل هذه برامجها تقدمت لحد ما، فهذا بالمقابل يجعل الإدارة الأمريكية في موقف صعب جدا للتعامل مع إيران، فربما الولايات المتحدة قد تفدي مصالح الشركات وأصحاب المصالح وكلها واللوبيات إلى آخره للحد من انتشار السلاح النووي. هذا حق العالم، حق الشرق الأوسط أن يعيش في بمنطقة بسلام دون سلاح نووي، هذا ما ينتظره شعوب الشرق الأوسط كافة، ليس من حق إيران تتسلح، وهذا الرسالة واصلة من قبل دول كبيرة في الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة. نعم أستاذ نوري، حدثنا عبر سكايب من ستوكهولم نوري حمزة الكاتب الصحفي الأحوازي، شكرا جزيلا لكم.